لذلك أصيب مواطن برصاص قناص ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتة جنوب الحديدة. مصدر طبي في مستشفى الخوخة أفاد أن المواطن سالم خادم قطاب أصيب في الصدر بطلق ناري من قناص حوثي أثناء ذهابه لجلب التراب من المزرعة إلى منزله في المدينة. أضاف المصدر أن المواطن تم إسعافه إلى مستشفى التحيتة لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج. وتأتي هذه الجريمة بعد 4 أيام من إصابة المواطن سعدي محمد قليصي الذي أصيب بشظيتين إثر سقوط قذيفة هاون حوثية على منزلهم في ذات المديرية في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية. الشيخ الحوثي طلقة نارية في الصدر في مديرية التحيتة.